عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات مربي أرانب. معاكم النهاردة يا جماعة هعمل أكلة بسيطة جدا. طبعا النهاردة مفيش حد معايا في البيت، فأنا مفيش حد يعمل لي الأكلة طبعا، فأنا لقيت أكلة سريعة. لقيت طماطم، لقيت خيار، ولقيت جبنة دومتي، وطبعا بقى إيه وفلفل قطعته برضك. أنا سريعت معاكم، قطعت فلفل مقطع خيار، وهكمل بقى تقطيع الخيار دوت. ومش كده وبس، خليكم معايا. طبعا انتوا عارفين بقى العزاب يا جماعة. ولا اجدع من اي شيف يا جماعة، ولا شيف شربيني ولا غيره. احنا مؤاخذة، تيجي بقى كده الخيارة ايه، نيجي الخيارة كده اسمنها زي ما انتم شايفين. على حسب بقى الكمية اللي انت عاوز تاكلها. طبعا انا الكمية ديت لسه ما خلصتش يعني. طبعا انا ما اعرفش وانا بقطع يا جماعه، انا بقطع ما ينفعش، ما بعرفش اكل يعني. في ناس كده بتقطع المطنه يا جماعه جامده ازاي، ما اعرفش وانا بقطع يعني. واحد يعني اعمل زي ناس كده تاخد قطعه تدوقها في الاكل، ما اعرفش اعمل كده ابدا. انا لو بحب الطماطميه تبقى مقطوعه كده قطع كبيره عشان احس ان واحد بياكل يعني. الناس بتقطع حتت صغيره جدا، قطع صغيره جدا، بس ما تعرفش يعني لو تاكل فيها ايه دي. انت بتقطع حتت صغيره جدا دي تاكل فيها ايه؟ طبعا الناس هتقول لك الطبق ده كبير وهتاكل كتير. يا جماعه ده اكل بتاعنا بسيط يا جماعه، ده اكل البسيط ده. بقعد مع نفسي كده بعمل لي طبق صغير زي كده مع نفسي. طبعا مفيش حد في البيت، انا بقول لكم الجماعه كلهم الاسره كلها خرجت وجيت من بره، مفيش حاجه تتاكل. ادور لقيت ايه؟ الطماطم. بنرجع بقى نعمل ايه؟ اكل لنفسنا. لازم واحد يتعود يا جماعه على نفسه، والله لازم يتعود على نفسه. ما تعودش على نفسك مش هتعرف تعيش اي حاجه، تعمل اي حاجه. وادينا قطعنا الطماطم. دي بس الفضلات دي، انا ما برميش الحاجات دي يا جماعه، انا بديها بقطعها حتت صغيره وارميها للحمام عندي فوق، وساعات بسيبها للارانب، بديها للارانب عادي. نلم كده الحاجات ديت، خليكم معايا ثانيه. في حاجه كده ناقصه برضو لسه ما جبناهاش. حاجه ما تخلاش من البيوت يا جماعه. طبعا كل جماعه الناس دي كلكم عارفين ده ايه يا جماعه، دي أكلة اللي عارفها يكتب لي في الكومنتات تحت الأكلة دي اسمها إيه. اللي عارف الأكلة دي اسمها إيه يكتب لي في التعليقات. الأكلة دي يا جماعة ثانية بس عشان هجيب معلقة نضيفة. الأكلة دي يا جماعة اهو، حد يعرف ايه ده؟ اللي يعرف هيقول لي بقى في الكومنتات.
طب اسهل، طبعا انا عشان حاطط جبنه الدومتي مع مع اللي بحطه، مش هقول هو ايه. طيب طبعا هي اكله يا جماعه، بصوا حرقه شويه وملحه شويه، بس انا بخفف الملوحه بتاعتها، بخفف الملوحه بتاعتها بطريقه سهله جدا، بايه؟ بزيت التومين. طبعا انا بحب زيت التومين يا جماعه قوي، اهو انا احب الزيت قوي في الاكل. روح مقلب بقى، تعالوا كله بقى، تعالوا كله. واحد يقول الطبق ده صغير. استنى اقسم طبق على اتنين عشان اعرف اقلب. يا الريحة، يا سلام. حبايبنا اللي في الدول العربية، لو يعرف ايه ده يكتب لي في الكومنتات ان هو ده الاكلة دي ايه. طبعا الاكلة دي مش في مصر بس يا جماعة، بس دي اكلة اساسا صعيدي. ورجعت لكم تاني يا جماعة، اهو كده انا قلبت، قسمتها على طبقين تمام عشان اعرف اقلب كويس، ان مفيش طبق كبير عندي دلوقتي. طبعا انت لو ودي شكل يا جماعه الاكله بعد ما خلصتها، وفلفل وكل حاجه عليها، ومعاها العيش البلدي، رغيف عيش بلدي يا ولد. وكل بقى يا باشا وادعي لي، عايز بقى جنبها جرجير، عايز بقى جنبها اي حاجه تانيه تفتح نفس برضه. بس انا احبها اي حاجه بتبقى سبايسي، بتبقى حراقه قوي. الاكل بتاعي كله بيبقى حراق عامه زي ما انتم شايفين، وهي ايه. تعالوا يلا كله بقى، سموا الله، يلا تعالوا معايا يلا. اشكركم جدا، واشكر كل واحد شاف شاف الفيديوهات بتاعتي وشاهدها، واشكر كل واحد عامل اشتراك بالقناه. وسامحوني ان انا بصور بايدي، ماسك التليفون بنفسي ومش عامل ستاند، مش حاطه على الستاند يعني، ومفيش حد معايا، بصور لوحدي تمام. وطبعا انتوا عارفين الواحد بيبقى قاعد لوحده بيبقى زهقان، فيضطر يفكر في اي حاجه يعملها بقى، اي اكل ياكله كويس كده. وزي ما انتم شايفين كده اهو، يجي بعد تفكيري عملت الاكله دي. واللي يعرف الاكله دي يا جماعه يكتب لي في الكومنتات من تحت الاكله دي ايه. يلا اغرب اكله يا جماعه، دي اكله صعيدي احنا نعرفها انها بتتاكل في الصعيد في مصر. لو اي حد في دوله تانية، المغرب، السعوديه، في اي دوله تانية يعرف الأكلة دي إيه؟ يكتب لنا في التعليقات الأكلة دي إيه؟ يلا أشكركم وشكرا على المشاهدة، ونعمل شير يا جماعة للفيديوهات بتاعتنا عشان ناس كتير تستفاد من فيديوهاتنا، وأشكركم، السلام عليكم.